جمالي يا أبتي. جدي معاه جدتي ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة. جدتي ماذا تفعل؟ تطبخ أكلا على النار وتعين جدي في الحمل، تحلب معاه الأبقار. مرحبا مرحبا، شكرا أحبائي. عمو يزيد وفرحان بكم بزاف، وانتم كنتم فرحانين لكم هنا. شحال راكم شابين؟ تعالي بنتي تعالي روحي روحي بنتي، نتعرفوا. واسمك الشابه؟ اسمي آية. آية نزيد لك أميرة، آية الأميرة بنتي، ربي يحفظك. آية شحال في عمرك؟ فمي 8 سنة. وين تسكني بنتي؟ في عين نعجة. عين نعجة، الله يبارك. قريتي مليح بنتي؟ يا برافو برافو برافو. تعالي بنتي تعالي الشابه، روحي الشاطرة روحي. واسمك بنتي؟ نادا. نادا، وين تسكني نادا؟ في صالومبي. في المدنية، خيار الناس، تقرأي مليح؟ الله يبارك. واش راكي لابسة؟ كراكو. الله يبارك، شحال شباب، برافو 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 بنتي، برافو. أحبائي، عمو يزيد فرحان بكم بزاف 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 بزاف. تعالي تعالي الشابة روحي، روحي تعرفوا بك بنتي، روحي روحي الشابة، دوري هكا. واسمك بنتي؟ واسمك؟ إيمان. ها؟ إيمان. إيمان، الله يبارك بنتي، برافو برافو برافو. عمو يزيد فرحان بكم، تعالي تعالي بنتي روحي روحي الشابة. واسمك؟ نوها. نوها، شحال في عمرك نوها؟ 11 سنة. وين تسكني؟ بفوكا. فوكا، الله يبارك بنتي، الله يبارك. شابين وشاطرين أحبائي، عمو يزيد فرحان بزاف، وعلى بالي بلي الأطفال لما يشوفوا فينا حابين يعرفوا كيفاش يقدروا يحضروا كيما حضرتوا أنتوما. إذا أحبائي ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمو يزيد .com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com عليكم بشوية تاع الصبر، لأن التسجيلات كثيرة، وعمو يزيد حبي يستضيفكم كامل 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 كما راكم هنايا. على بالكم اللي تقدروا ترسلوا عمو يزيد كذلك عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. وشكون اللي جيب لنا البريد باش نقراوه؟ ساعي البريد. اذا استقبلوا معايا ساعي البريد، تعال يا ولدي. مرحبا مرحبا، نروح ولدي. السلام عليكم عمي يزيد. مرحبا مرحبا مرحبا، واش راك ولدي لاباس؟ واش جبت لنا؟ بريد. البريد، بريد اصدقائنا الاطفال. على بالكم باللي ساعي البريد انه تصبح بكري ويجمع البريد ويجيبه لنا باش نقراوه هنا. وانتم احبائي الى حبيتوا عمو يزيد يقرا البريد تاعكم في البرنامج، ما عليكم الى توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. اذا ولدي ضع البريد في علبه البريد باش عمو يزيد يقراه لكم من بعد. تحبوا الالغاز والهدايا؟ شكرا شكرا، الى اللقاء الى اللقاء. شكرا ولدي، شكرا. عمو يزيد راح يطرح عليكم لغز. لغز اليوم يقول: ما هي أصغر دولة في قارة إفريقيا؟ ما هي أصغر دولة في قارة إفريقيا؟ دولة كامل صغيرة. معلش فكروا لغاية نهاية الحصة. أنتم كذلك تقدروا تجاوبوا على اللغز عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. والشاطر يعطينا الحل. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمو يزيد .com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. تحبوا الحيوانات؟ نروحوا دركا نكتشفوا حيوان اللي هو الزرافة، نكتشفوها مع ميليسا. الزرافة. الزرافة هي إحدى الثدييات، وهي أطول الحيوانات بلا منازع، وأضخم المسترات،
ولها أنواع مختلفة، تعيش في جميع أنحاء قارة إفريقيا في مناطق الصفانة وفي الغابات شبه القاحلة والمفتوحة والتي تحتوي على أشجار وشجيرات متناثرة وفي الأراضي العشبية. تتميز الزرافة بطول ساقيها ورقبتها، كما أنها تمتلك رأساً على شكل مثلث يقع في أعلاه قرنان يغطيهما الشعر. جسمها مغطى بالجلد عليه بقع بنية وسوداء اللون. الزرافات هادئة وبصرها ممتاز وتتميز من الحيوانات الذكية جدا. يسمى ذكر الزرافة بالعنقاء والأنثى بالزرافة والصغير بالخيلف. يطلق على صوت الزرافة بالشخير أو الهمهمة، وعادة يصعب على الناس أن يقوموا بسماع صوتها، فهي تعتبر من الحيوانات الصامتة في الليل. والزرافة تأكل العشب، مش حيوان مفترس ولا، هي هادئة يا أخي أحبائي. واش رأيكم أحبائي، تحبوا حديقة التسلية؟ عمو يزيد دالكم أغنية جميلة نقول فيها حديقة التسلية، تغنوها معايا؟ يلا مع بعض هيا نغنوا حديقة التسلية، بصح كامل تغنوا معايا. يا رفقتي لنلتقي في حديقة التسلية، يا رفقتي لنلتقي في حديقة التسلية، نلعب نفرح ونغني بعد دروس الأمسية، نلعب نفرح ونغني بعد دروس الأمسية. لا 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 لا. فيها أقران يلتقون عند الأرجوحة يلعبون، فيها أقران يلتقون عند الأرجوحة يلعبون، بين الأشجار يركضون عند النافورة يمرحون، بين الأشجار يركضون عند النافورة يمرحون. يا رفقتي لنلتقي في حديقة التسلية، يا رفقتي لنلتقي في حديقة التسلية، نلعب نفرح ونغني بعد دروس الأمسية، نلعب نفرح ونغني بعد دروس الأمسية. لا 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 لا. هيا نجرب يا رفاق سيارات السباق، هيا نجرب يا رفاق سيارات السباق، كلنا نحبها فيها متعة فيها جنون، كلنا فيها متعة فيها جنون. يا رفقتي لنلتقي في حديقة التسلية، يا رفقتي لنلتقي في حديقة التسلية، نلعب نفرح ونغني بعد دروس الأمسية، نلعب نفرح ونغني بعد دروس الأمسية. لا 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 لا. عند العجلة نلتقي لنرتفع ونرتقي، عند العجلة نلتقي لنرتفع ونرتقي، نرى منها كل الأطفال نرى فيها حديقتي، نرى منها كل الأطفال نرى فيها حديقتي. يا رفقتي لنلتقي في حديقة التسلية، يا رفقتي لنلتقي في حديقة التسلية، نلعب نفرح ونغني بعد دروس الأمسية، نلعب نفرح ونغني بعد دروس الأمسية. لا 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 لا. ما أكثر فيها الألعاب ما أمتع فيها الأوقات، ما أكثر فيها الألعاب ما أمتع فيها الأوقات، فيها تنافس بيننا فيها رياضة وفنون، فيها تنافس بيننا فيها رياضة وفنون. لا 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 لا. إذن في حديقة تسلية نلتقي مع الأطفال ونمرح ونفرح كامل. يا أخي تعال وليدي تعال، أروح أروح تعال، مع من جيت؟ هذوك في زوج، قول لنا واسمك، تعرفوا عليك واسمك؟ آدم. آدم، وين تسكن آدم؟ في خريسية. في خريسية، شاطر في الدراسة؟ نعم. يا برافو برافو آدم، برافو برافو وليدي، برافو برافو أحبائي، برافو. تحبوا ألعاب الخفة؟ نحو دركا مع عمو رشيد اللي جانا من مدينة ميلا في ألعاب الخفة. إذا تحية، تفضل تفضل عمو رشيد، تفضل تفضل.
برافو برافو برافو. إذا أحبائي تحية لعم رشيد ونسميلة، شكرا شكرا. نحضرك مع دعاء بنتي، نكتشف معلومة في فقرة هل تعلم؟ مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن الفيل من الحيوانات التي عندما تحزن فإنها تعبر عن حزنها بالبكاء؟ برافو. الفيل كذلك أحبائي يبكي لما يحزن، على بالكم هذه معلومة، معلومة جميلة 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 جميلة. واش رايكم أحبائي، تحبوا الحكايات؟ عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الحمار الأحمق. إذن أحبائي عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الحماران، الحمار الذكي والحمار الأبله. روحي بنتي تعالي، روحي معي، روحي جي عندي، هيا روحي، روحي عندي، تعالي هيا جيبيها جيبيها، هيا روحي اقعدي قدامي هنا. شبا برافو، تقعدي مع عمو يزيد. واسمك؟ انا اسمي اسمها هيبة. ها هيبة، اسمها شباب هبة، الله يبارك. أحبائي في قديم الزمان كانوا حماران، هاد الحماران كان يمتلكهم واحد المزارع، هذاك المزارع كان يروح بهم للسوق ويشري، يشري السلع. واحد النهار كان شاري الملح وشرى كذلك الإسفنج، الإسفنج ليبونج تعرفوه. كي راح دا هذوك الحماران قاعد يعمر، ملأ كاع الاكياس بالملح وبالاسفنج. اذا حمار ملأ كاع الاكياس تاعو بالملح والحمار الثاني عمرو بالاسفنج بليبونج. قعدوا يمشوا في الطريق، هذاك الحمار اللي كرفد الملح شاف واحد النهر، شاف واحد النهر، هو ذكي قال دوك ندخل انا في النهر هذا باش نخفف الوزن تاعي. كي دخل فيه هكذا الملح هذاك واش صرالو في الماء؟ ذاب. برافو. كي ذاب هذاك الملح خفاف هذاك الحمار، هذاك الحمار اللي كان في الاسفنج حب يقلدو. قالوا له ثاني ندخل، ويقولوا لا 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 يا العبله، لا ما تدخلش ما تدخلش. هو قالوا ندخل ندخل، دوك انا ندخل بالاسفنج راح يخفف الوزن تاعي. واش صرالو كي دخل بالاسفنج؟ زاد الوزن تاعو، زاد تقال قريب غرق، قريب غرق. حتى جاو سلكوه المزارع هذاك جاي يجري، وقالوا وين راه هذا واش به؟ وقعد يعيط سلكوني سلكوني. قالوا شفتي واحد الابله وهذاك الحمار الذكي؟ قالوا علاش راك دائما حبيت تقلدني؟ عمو يزيد عمو يزيد، الحكمه من هذه الحكايه هو انه عليك على الانتباه، قد لا يكون الحظ حليفك دائما. احبائي يجب الانسان ان ينتبه، لانه الحظ لا يمكن أن يكون حليفك دائما. أحبائي يا أخي نردوا بالنا، هذاك الحمار كان أحمق. برافو. الحقنا درك أحبائي الفقرة اضحك معنا. أروح اقعد. واسمك الشاطر؟ مهدي. مهدي وين تسكن مهدي؟ في سيدي عبد الله. سيدي عبد الله، احكي لي النكتة تاعك. أحد البخلاء كان يشتغل السطح فسقطت منه محفظته، وعندما وصل للطبق الأرضي لن يجدها. لماذا؟ لأنه وصل قبلها. برافو، وصل قبل المحفظة تاعو. برافو ولدي، برافو برافو. شكون عنده نكتة يجي يحكيها لي؟ تعالي شبا اقعدي بنتي. واسمك الشاطرة؟ ريماس. ريماس وين تسكن ريماس؟ في ولاية في الجزائر العاصمة. في العاصمة، احكي لي النكتة تاعك بنتي. واحد النهار واحد العجوزة دخلت للكار، كان عندها 5000 باش تخلصها. بداتك واحد السراق جا سرقها لها، قال لها مول الكار واش بيك واش بيك، من قوة الخوف باش تقول له سرقوا لي 5000. قالت له سرقوا لي قبل الاف. عرفها بالخوف. برافو برافو برافو. شو عنده نكتة جميلة تجي احكيها لي؟ تعالي بنتي اروحي يلا اقعدي معايا. واسمك الشاطرة؟ جنان. جنان وين تسكني جنان؟ في تيبازا. في تيبازا يا الناس، احكي لي النكتة تاعك بنتي.
كانت كاينه صودا وشطيره واسمها صودا وشطيره كانوا يتسابقوا عليه وجبات سريعة. برافو برافو بنتي، برافو برافو. أحبائي الحقنا دركا الفقرة رسائلكم. هذه الفقرة وين عمو يزيد راح يقرأ رسائل تاعكم اللي بعتوهم لنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. إذا أرنوبة جيب لنا رسائل أصدقائنا الأطفال باش نحكوهم لهم اليوم. إحنا أنا نحب نقرأ هذه الرسائل الجميلة هذه. برافو، تحية تحية. الرسالة الأولى، خليفي كمال 23 سنة مدينة ولاد فايت من الجزائر العاصمة، قال لكم أحب حصة عمو يزيد لأنها رائعة جدا. إذا كمال خليفي ربي حفظك، 23 سنة كلنا أطفال، احنا تاني نحبوك ونحبو كامل الأطفال. حفال دنيا 4 سنوات مدينة بوسعادة، يا سلام، ولاية المسيلة، الولاية الجميلة، قلت لكم حصة مثقفة ورائعة. إذا دنيا بنتي أنت الأروع، أنت الأروع بنتي. الرسالة الموالية، عاشوري هديل 5 سنوات من شرقة من الجزائر العاصمة، قلت لكم بنتي تحب عمو يزيد وتتمنى أن تكون معه في الحصة. إذا العاشوري هذه 5 سنوات نتشرف أننا نستضيفوك في الحصة بنتي، وإن شاء الله تجي تحضري معنا. الرسالة الموالية، عامر رياض 9 سنوات مدينة برقي من الجزائر العاصمة، أحب عمو يزيد كثيرا والبغباء الذي على كتفه اليوم ما جبناهش، أتمنى لو كان عند واحد، لو كان عندي واحد مثله هل أستطيع إيجاده؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. عامر رياض ولدي تسيب بغبغاء كما تعمو يزيد وتحطو على كتفك أنت تاني. حماني أمل شهناز 5 سنوات من القبة من الجزائر العاصمة، أنا أحبكم كثيرا يا عمو يزيد وأتمنى المشاركة في الحصة. إذا أماني شاهيناز مرحبا بك بنتي، وإن شاء الله تحضري معنا في الحصة، وإحنا تاني نحبوك 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 نحبوك. الحقنا دركا للجواب عن السؤال. ما هي أصغر دولة في قارة إفريقيا؟ تعالي بنتي، أروحي بنتي، واسمك؟ نوها. نوها، قولي لهم ما هي أصغر دولة؟ أصغر دولة في إفريقيا هي تونس. لا 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 لا، كين أصغر من تونس؟ كين أصغر؟ تعالي بنتي، ما هي؟ المغرب. لا لا، كين أصغر من المغرب؟ كين دولة صغيرة؟ يلا تعال تعال، يلا قلنا وش هي الدولة الصغيرة؟ الجزائر. لا لا، الجزائر هي أكبر دولة في إفريقيا. تعالي بنتي، وش هي أصغر دولة؟ أوروبا. ها؟ أوروبا. لا لا، أوروبا قارة مش دولة بنتي، هذه قارة أخرى، احنا نتكلم على قارة إفريقيا. تعال ولدي، تعال ولدي، واسمك؟ نادير. نادير، وش هي أصغر دولة؟ الصحراء الغربية. لا لا، كين أصغر منها؟ كين أصغر منها؟ تعالي بنتي، عاودي ذكرني باسمك. جينان. جينان، وين تسكني جينان؟ في تيفازا. الله يبارك. ما هي أصغر دولة؟ تيشي. تشاد. لا لا، مش تشاد بنتي، لا لا. تعالي بنتي، اسمك الشطرة؟ رانيم. رانيم، ما هي أصغر دولة؟ جزر السيشل. جزر السيشل أحبائي 450، أكثر من 450 كيلومتر مربع، صغيرة بالنسبة للجزائر والمليونين كيلومتر مربع أصدقائي. إذن جزر السيشل، تعالي بنتي تعالي 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 تعالي، إذن هي عبارة عن جزر تابعة لقارة إفريقيا أحبائي. أعطيني الهدية تاعها. إذن بنتي الوجدان، شركة الوجدان قوتيلا يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. نعم شكرا. العفو العفو بنتي، تفضلي 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 تفضلي. إذن بشرى جيبي لنا الرسم تاعك نشوفوه بنتي. تعالي تعالي بنتي، يلا احكي لنا على الرسم هذا تاعك. الحصان ماهوش اليوم حيوان اليوم، بصح عجبني الحصان هذا، هو دونك قررت اني نرسمه هو. برافو، جميله.
جميلة، برافو 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 بنتي، برافو برافو بشرة، برافو برافو، يعطيك الصحة. أحبائي في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا هنا، واليوم عندنا عيد ميلاد سلطانة، تعالي بنتي أروحي سلطانة، الكاتو تاعها أصدقائنا جيبوا لنا الكاتو تاع سلطانة وحنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، يلا. برافو. اذا سلطانه بنتي عمو يزيد يشعل لك شمع وانتم ديروا معايا العد التنازلي. اذا كامل العد التنازلي لسلطانه 8 7 1. طفي الشمع، طفي طفي. برافو 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 بنتي، برافو. اذا اعطيني الهديه تاعها. اذا سلطانه بنتي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي حصة عمو يزيد يعطيك هذه الهدية، هذه الجميلة الجميلة، إن شاء الله تستفادي بها. حكمها هكذا بنتي، هذه الهدية تاعك. وعمو يزيد كذلك يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم كامل يا أطفال كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة هكذا باسمه يحتفظ بها كذكرى. يا أخي أحبائي برافو. إذن هكذا وانا ما بقى لي الا نقولكم ابقوا على خير، استنونا في نفس التوقيت على قناتكم عمو يزيد تي في، ونحبكم احبائي. سلام. تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود، فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود، فانتظرونا في موعد جديد.